إذن أهلا وسهلا بكم مجددا متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي في هذا البث المباشر من أمام المركب الرياضي بفاس بطبيعة الحال بعد الهزيمة ديال المغرب الرياضي الفاسي أمام يوسفية برشيد بقلب الملعب ديالو بطبيعة الحال الماصن هازم بهدفين مقابل لا شيء. حنا الآن في المحيط ديال المركب الرياضي بفاس بطبيعة الحال كانها غضب جماهيري كبير للجماهير ديال الماص بطبيعة الحال ولكن الحمد لله الأمور مرات بسلام. كنت كنقول غادي تكون امور لا يحمد عقباها ولكن الحمد لله الامور الجماهير ديال الماس بالرغم من الغضب ديالها لانها دائما كتبقى جماهير متحضره جماهير يعني اللي كتلعب وكتشجع بطبيعه الحال الفريق ديالها بكل روح رياضيه. الهزيمه كانت قاسيه بالنسبه للجمهور ديال الماس اللي حج بكثره من اجل مسانده هذا الفريق اللي كيحبوه كيعشقوه. هذه الاجواء الان بمحيط المركب الرياضي بفاس بطبيعه الحال شفتوا كيفاش كان الجماهير كانت ما عجبهاش الحال بطبيعة الحال جماهير كاعية بهذه اللغة كما كنقولوا. حنا الآن بمحيط الملعب بطبيعة الحال بعد نهاية المقابلة جوج صفر نتيجة اللي هي قاسية بالنسبة للجماهير ديال الماس. صراحة كل جماهير ديال الماس كبوا يعني الغضب ديالهم وصبوا الغضب ديالهم على الحكم. الحكم القرارات التحكيمية حسب التعبير ديالهم قبل قليل في الندوة اللي خديناها على قناة شوف تيفي الحكم المدرب ديال برشيد فهو قال على ان القرارات ديال الحكم كانت في المستوى. الجماهير ديال الماس بطبيعه الحال صبات يعني وكبات كل يعني وجهات الاتهامات للحكم بانه كان جزء من هذه الهزيمه ديال الماس امام برشيد. هناك من قال ان اللاعبين لا يرقون يعني ما كيرقاوش المستوى تطلعات الساكنه ومستوى تطلعات الجمهور. كل واحد شنو كيقول اللي كيقول الحكم اللي كيقول اللاعبين المدرب قليل اللي انتقد المدرب صراحه بن سلطان وخديناه في قبل قليل في الندوه اللي غادي تكون حصريا على قناه شوف تيفي بعد قليل غادي تنشر على قناه شوف تيفي المدرب بن سلطان. المدرب بن سلطان قال على انه هو اللي كيتحمل المسؤوليه في الهزيمه وما بغاش يحمل المسؤوليه للاعبين. سولته انا صريح العباره قلت له بصدق هل تتحمل انت المسؤوليه بصفتك كمدرب ام انك تحملها للاعبين؟ قلت له بصدق تحدث معنا في الندوه الصحفيه قال لي باش نجاوبك بصراحه انا اللي كنتحمل المسؤوليه ما غاديش نقول اللاعبين ما لعبوش مزيان وما غاديش نقول التحكيم انا اللي ما كنتش ربما في المستوى المطلوب. قلت له شنو مال الهوافات اللي درتي وسولته سؤال اخر قلت له الا رجعتي بالمقابله اللور شنو ممكن القرارات اللي كنتي تاخذها باش ممكن ترجع في النتيجه. قال لي المقابله لعبناها وداك الشيء اللي كنت غادي نرجع اللور ونديره هو اللي درته دابا يعني هذا قضاء الله سبحانه وتعالى خسرنا وكرة القدم فيها هزيمة وفيها انتصار. دائما كرة القدم فيها الفوز وفيها الهزيمة. حنا ربحنا في بعض المقابلات وانهزمنا في هذه المقابلة اللي كانت مقابلة صراحة حاسمة. الجماهير المصوية غضبانة بزاف وغير راضية بتاتا على أداء اللاعبين وعلى التحكيم. شفتوا كيفاش وجهات الأصابع ديال الاتهام للحكم بأنه هو اللي ساهم في هذه الهزيمة ديال الماس. هناك من يقول لان يوسفية برشيد جات منظمه جات لعبت لعب اللي هو جميل من غير يعني الحكم. كل واحد شنو كيقول بطبيعه الحال. وحنا معكم في التغطيه الحصريه والمباشره نقلنا لكم تفاعل ديال الجمهور نقلنا لكم الاجواء في المدرجات اجواء كانت هستيريه نقلنا لكم كذلك تصريحات ديال الجماهير المصويه قبل بعد واثناء المقابله. كان تفاعل جميل ديال الجمهور كانوا اهازيج كانوا شعارات رفعات ناس كيحمقوا على كل ما هو صفرة كل ما هو مصفى الناس كيجيو كيشجعوا. شفتوا الاقبال الجماهيري الكبير ديال الجماهير المصويه على المدرجات جماهير اللي ربما نقولوا فقط 15000 او 20000 حتى 25000 متفرج جات شجعات بواحد الحضاره شجعات بجماليه عطات واحد الصوره مشعه للمدينه ديال فاس. الحمد لله بالرغم من الهزيمه فما كانش احداث شغب الحمد لله بالرغم من الهزيمه اللي كانت قاسيه على الجماهير ديال مدينه فاس. راه ما تصوروش لان الجماهير كيبذلوا مجهودات وكيتبعوا الفرقه فين ما مشاو كيمشيو يشجعوها. تيفويات التاطير ديال الجماهير بطبيعه الحال فاتال تيكرز كنوجه لهم تحيه والشكر والتقدير والاحترام ليهم. كيأطروا الناس اللي كيجيو للمقابله كيأطروهم كيعطيو كيكونوهم كيفورميوهم. تشجيعات اللي هي في المستوى المطلوب لكن باش تشوف لان الاداء ديال اللاعبين ما كانش حسب التعبير ديالهم بطبيعه الحال ما كانش في المستوى اللائق اللي كيخلي لاننا نقولوا عندنا فرقه في المستوى المطلوب. كاين جمهور كاين اداره ربما لكن اللاعبين
حسب التعبير ديالهم. بطبيعه الحال انا ما كنقولش شي حاجه جايه من عندي، انا صحفي كنلتزم الحياد بالرغم على انني كنتعاطف مع فريق او لا اتعاطف معه، انا كنلتزم الحياد ملي كنكون كنتحدث فكنلتزم الحياد وكنقل ما قالته الجماهير. الجماهير حملت المسؤوليه الكبرى للتحكيم واللاعبين، التحكيم في درجه اولى واللاعبين في درجه ثانيه، وما كاينش الهضره على المدرب. ومن تحدثنا مع المدرب وسولناه قال لك انا كنتحمل المسؤوليه، المدرب هو في عطمه ما يحمل المسؤوليه اللاعبين يقول لا ويبقى يبكي على الاطلال، فهو قال لك انا ما غنحمل المسؤوليه حتى شي واحد، انا اللي كنتحمل المسؤوليه كمدرب، انا اللي كنت كنقود الفرقه. للاسف درت كل ما عندي في جهدي، درت خطه محكمه، اشتغلت وجدت، لكن ما ساعدنيش الحظ. وهذه زعما قمه ديال الرقي، هو انك ما تصبش الاصابع ديال الاتهام لواحد اخر تقول له هو اللي كان السبب. المدرب قال انا اللي كنت السبب وانا اللي كنتحمل المسؤوليه وكنعتذر للجماهير المرساويه اللي كنا بغينا نفرحوهم. هو قال هكا بصريح العباره، كنا بغينا نفرحوا الجماهير المرساويه، ما كناش باغيين، ما كاينش شي واحد اللي كيبغي الهزيمه لراسو. درت اللي عليا، درت مجهودات، لكن للاسف ما استطاعش باش نفوز في هذه المقابله. كنعتذر، قال هكا بصريح العباره، كنعتذر للجماهير المرساويه اللي حجت بكثره، اللي شجعت بحضاره، اللي كانت دائما السند لنا في كل المقابلات كتنتقل معنا بطبيعه الحال كل ميادين وكل المدن المغربيه. فهو قال انا اللي كنتحمل المسؤوليه كمدرب وماشي اللاعبين وماشي الجماهير، بالعكس الجماهير داروا اللي عليهم، اللاعبين داروا اللي عليهم حسب التعبير ديالو بطبيعه الحال. واعتذر مره اخرى للجماهير المصاويه على هذه الهزيمه في قلب الملعب ديال يعني المركب الرياضي بفاس. اذا دائما كتشوفوا متابعينا ومشاهدينا الكرام، استنفار امني كبير، الجماهير لا زالت كتحاول تاخذ الوسائل ديال النقل. انتم كتشوفوا حنا الان في حي النرجس، كتشوفوا الجماهير المصاويه، ازدحام كبير الان في شوارع مدينه فاس. الحمد لله الامور دازت بسلام، ما كاين لا شغب لا حتى حاجه، واخا بالرغم من على ان الهزيمه كانت قاسيه، انتم كتشوفوا الجماهير المصاويه كتحاول تاخذ الوسائل ديال النقل، حافله النقل العمومي، لان ما كاينش ترامواي، ما كاينش ترامواي في مدينه فاس، كياخذوا طاكسيات، كياخذوا حافله ديال النقل العمومي بطبيعه الحال باش يتوجهوا للمنازل ديالهم. فكل الشكر والتقدير للجماهير المصاويه، تحيه ديال هذه كره القدم، ما عندنا ما نديروا اكيد، لانهم كانوا باغيين يربحوا، كلشي كان باغي يربح، لكن الحظ ما ساعفش هذه المره. الماس كره القدم مرات تربح مرات تخسر، وكتستمر روح رياضيه وكيستمر دائما بطبيعه الحال. هذه هي كره القدم، فيها التشويق، فيها الاثاره، فيها مرات تربح مرات تخسر. انتم كتشوفوا دائما الجماهير المصاويه غاديه بنظام منتظم بطبيعه الحال المنازل ديالها، وسط حضور امني مكثف. انتم كتشوفوا الامن بطبيعه الحال كيدير الدور ديالو بكل تفانين في العمل ديالهم كيخدموا. انتم كتشوفوا دائما حضور امني مكثف لعناصر الامن الوطني بطبيعه الحال في دوريات هنا في شوارع مدينه فاس. الجماهير الملتزمه بالروح الرياضيه كتشوفوا كتغادر الان بطريق صفرو، كتغادر الملعب في اتجاه المنازل ديالها. ما كاين لا شغب، ما كاين حتى شي حاجه، بالرغم من ان الهزيمه كانت قاسيه، كنقولها وكنتحمل المسؤوليه، كانت قاسيه على الساكنه ديال فاس اللي حجت بكثره الملاعب بطبيعه الحال. اذا دائما معكم متابعينا ومشاهدينا الكرام في الشارع الرئيسي المؤدي الى الملعب ديال المركب الرياضي بفاس. بطبيعه الحال مغادره الجماهير الفاسيه، المشجعين ديال الماس كيغادروا في اثناء المحيط ديال الملعب في اتجاه المساكن ديالهم وباتجاه الشوارع ديالهم والاحياء ديالهم. اذا كنعتذر الصوت ديالي ربما لا فاتيك العيا، عشنا لحظات معكم بطبيعه الحال متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي، لحظات كانت ديال الاثاره ديال التشويق، كانت الجماهير كتنتظر الهدف بفارغ الصبر. للاسف جاء الهدف الاول ديال برشيد، بقات كتنتظر التعديل، جاء الهدف الثاني فكانت الضربه القاضيه وتم القضاء على حلم الجماهير الفاسيه وكذلك اللاعبين والمدرب بالتاهل الى نصف نهائي كاس العرش. ماشي في المكتب، اذا استنفار امني كبير الان بشوارع مدينه فاس بعد انتهاء المقابله. امور مرات بسلام، كنا كنقولوا صراحه كنا خايفين، ان صعيبه على الجماهير المصاويه باش تخسر بالملعب ديالك امام الجمهور ديالك بالنتيجه ديال 2-0، فقاسيه ماشي بالامر السهل، قاسيه، ولكن جماهير حضاريه متحضره. شوفوا كيفاش كتغادر الان بطبيعه الحال هنا شارع
شوفوا كيفاش كتغادر جماهير مدينه فاس اللي شجعوا. تواجد ديال عناصر الامن بشكل مكثف هنا في كل الشوارع الرئيسيه المؤديه الى المركب الرياضي بفاس بطبيعه الحال. انتم كتشوفوا متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي، حنا في هذه الجوله معكم بعد نهايه المقابله، دائما معكم في التغطيه الحصريه والمباشره على قناتكم بطبيعه الحال. كنقربكم من كل الحيثيات، من كل منين كنشدوا شي موضوع كنديروا التغطيه اللي كتكون شامله. اذا كتغادر لقطة جميلة، شفتوا هاد اللقطة هادي تصورات في الكاميرا. إذا غادي نمشي معكم دائما متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي، غادي نواصلوا معكم هاد التغطية الحصرية والمباشرة. غنبعدوا من هنا، خليو ربما غتكون بلوكي الطريق لتحت. الطريق بلوكي لتحت. إذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، غادي نخليكم إلى أمان اللقاء بكم في بث مباشر آخر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.